خصيم من منها دوم مخنوق. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نفتتح إشارة الشيخ زايد لسباق الإبل 2019 المقام في ولاية العصابة بلدية كامور، وخير ما نبدأ به آيات من الذكر الحكيم مع الأخ محمد عبد الله والودي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. الآن أدعو الأخ محمد والمحمد السالم عمدة بلدية كامور لإلقاء كلمة البلدية في الحفل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. أيها الإخوة الأخوات، لقد بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة في قيادة سمو الشيخ زايد بن سلطان آل هيان على تقديم الدعم لموريتانيا في جميع المجالات. ظفر الله لنا وله وأسكنه فسيح جناته. لقد تواصل هذا العطاء مع قائد الفذ سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة وولي عهده سمو الشيخ محمد بن زايد حفظهم الله. إننا في موريتانيا مدينون لهؤلاء القادة بما قدموه لنا من دعم، ولا شك أن هذا السباق المنظم في بلدية كامور لدليل على أن دائرة العطاء من هذا الشعب الأبي الكريم تتسع يوما بعد يوم. وفي الأخير نحيي هذا الشعب الأبي الإمارات وقادتها وأشكرهم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للسيد عمدة بلدية كامور. الآن ندعو السيد حمد العامري راعي الحفل للتفضل بكلمته مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي النعمة وصاحب الفضل، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخواني أخواتي الحضور الكرام، نجتمع اليوم في شارة تحمل اسم قائد عربي أصيل عزيز على قلوبنا، صاحب عطاء وأيدي بيضاء، محب للخير وفاعل له، ألا وهو المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. سبحان من أسكن حب زايد في قلوب العباد ونشر جميل ذكره في أقصى البلاد. رحمه الله لا يذكر إلا ويذكر الخير معه، وتضج الألسنة بالدعاء له. كان رحمه الله يسعى لإسعاد شعبه
وباقي شعوب الأمة الإسلامية والعربية في جميع المجالات، ومنها أنه أول من اهتم بالإبل في عصرنا الحديث ونظم مهرجانات ومسابقات ورصد لها الدعم المادي والمعنوي من سبعينيات القرن الماضي، إيمانا منه بأن للإبل مكانة عند العرب وهي مرتبطة بحياتهم وتراثهم كل الارتباط، ولها عندهم محبة وحظوة لا تكون إلا للإبل. وإن الله تعالى قد دعانا إلى التفكر في خلقها في كتابه الكريم، وإنه سبحانه وتعالى قد خصها دون المخلوقات كلها بأن جعل منها معجزة قوم صالح، وإنه تبارك ذكره عينها بأن تكون وسيلة النقل لحجاج بيته الحرام في قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق. كما أن للجمهورية الإسلامية الموريتانية وأهلها الكرام معزة ومودة يكنها رحمه الله هو وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، وولي عهده الأمين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله. ولهذا فإننا اليوم نسير على خطى والدنا رحمه الله في تكريم الإبل وملاكها في اجتماعنا هذا، آملين أن يكون النجاح حليفنا وأن تكون هذه بداية لمهرجان سنوي أوسع وأكثر تنظيما بإذن الله. نشكر الجمهورية الإسلامية الموريتانية حكومة وشعبا على كرم الضيافة وأتاحت الفرصة لنا لإقامة هذا الحفل في هذا البلد العزيز، والشكر موصول لكل من ساهم في هذا النجاح، خاصة للسيد عمدة بلدية كامور ومجموعة العصابة للتنمية والسيد عبد الله بدي. نسأل الله تعالى أن يكون اجتماعنا رحمة وتفرقنا عصمة وركوبكم ركوب طاعة ونزولكم نزول عز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا ندعو السيد عمدة بلدية كامور سيد محمد بن محمد السالمي تسلم الدرع المناسبة المقدم من طرف السيد حمد العامري راعي الحفل، فليتفضل. لا ندعو السيد محمد الشيباني لقاء كلمة الترحيب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. في البداية أود أن أرحب بضيوفنا الكرام من دولة الإمارات الشقيقة وبجميع الحاضرين، كما أشكر كل من ساهم في إحياء هذا التراث الكبير ولا يخفى على عاقل حجم الحب والعلاقة الوطيدة والتشابه في التراث بين الشعبين الموريتاني والإماراتي، والأكيد أن العلاقة الإماراتية الموريتانية ضاربة في الجذور وأعماق التاريخ، حيث تجمع البلدين وحدة فكرية تتمثل في المذهب المالكي وأواصر الأخوة. وما هو أكيد أن العلاقات الموريتانية الإماراتية ليست وليدة البارحة كما هو واضح للجميع، بل هي امتداد للإرث الكبير الذي خلفه زايد الخير رحمه الله تعالى. فقد بدأت العلاقات بين الشعبين الكريمين في العام 1975 مع زيارة القائد الفذي فقيد الأمة العربية الإسلامية والإنسانية الشيخ زايد المظفور له بإذن الله. الزيارة الرسمية امتدت 3 أيام، وقد خصص له الموريتانيون استقبالا حاشدا بالجمال المتراصة والجماهير المصطفى على جنبات الطريق الرابط بين المطار والقصر الرئاسي. وكان الشيخ زايد قد أعجب خلال اجتماع الجامعة العربية المنعقد في الرباط سنة 1974 بنخوة الموريتانيين، عندما تخلى الرئيس الموريتاني الراحل المختار الدادار رحمه الله تعالى عن نصيبه من المساعدات الموجهة للشعب الموريتاني لصالح الأشقاء الآخرين بذريعة تهاطل الأمطار. ومنذ تلك الزيارة التاريخية بدأت بلادنا تجني ثمرة التعاون المثمر بين الدولتين، حيث وقعت عدة اتفاقيات أذكر منها
في مجال البنى التحتية قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة سنة 1979 إلى موريتانيا قرضا بمبلغ 40 مليون درهم إماراتي لتمويل جزء من طريق الأمل الرابط بين كيفا والنعمة. أما في مجال الزراعة فحصلت في موريتانيا في العام 1980 من صندوق أبو ظبي للتنمية على قرض بمبلغ 24 مليون درهم إماراتي لتمويل مشاريع زراعية وحظي مجال استثمار نهر السنغال بقرض قدمته حكومة أبو ظبي سنة 1980 للحكومة الموريتانية بمبلغ 43 مليون درهم إماراتي. وفي الثمانينات تم اكتتاب آلاف الموريتانيين للعمل في دولة الإمارات في قطاعات الشرطة والقضاء والتعليم والحراسات والتنمية الحيوانية وغيرها. وفي مجال الصحة تم تشييد وتجهيز ثاني أكبر مستشفى في البلاد سنة 2000 وهو مستشفى الشيخ زايد في العاصمة نواكشوط، ويتلقى فيه العلاج مئات الموريتانيين يوميا. وقد حرص أبناء زايد رحمه الله تعالى على استمرار وتوطيد هذه العلاقات إلى يومنا هذا بقيادة رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد وولي عهده صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من خلال الكثير من العمل المشترك والزيارات المتبادلة بين البلدين الشقيقين، ولعل آخرها زيارة الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد العزيز ولقائه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وشهد اللقاء وتوقيع اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع وصندوق الإيداع والتنمية الموريتاني لدعم وتعزيز ريادة الأعمال وتطوير المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في موريتانيا بقيمة 25 مليون دولار أي ما يعادل 92 مليون درهم إماراتي. أرجو أن لا أكون قد أطلت عليكم. كانت هذه نبذة عن العلاقة الأخوية بين موريتانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، وستختتم بهذه الأبيات. دروب حياة الناس شتى الموارد، ودرب العلا درب الخيار الأماجد، وللعرب العرباء في المجد والعلا لواحب بيض عبدت بالمحامد، هم سروات الناس هم معدن العلا حمى الملتجي حتف الظلوم المطارد، ولا عجب إن عز إدراك شأوهم وبذوا على الأيام كل مماجد، أرومة مجد حازت الفخر كله بإنجاب خير الخلق أعظم هاجدي، فذلك مجد لا سبيل لنيله به خصها الوهاب رضم الحواسد، وإن على أرض الإمارات فتية كرام السجايا والحلا والعوائد، على درب أرباب المكارم والعلا خطو خطو للوان وللمتقاعد، إذا استبقت يوما إلى المجد فتية حووا قصبات السبق بين المشاهد، على الشيم المثلى على الخلق الرضا تربوا وشبوا في حمى الشيخ زائد، وللشيخ زايد رتبة ومكانة وآثار مجد بينات الشواهد، فكم من يد بيضاء أسدى إلى الورى، وكم قلد الأجياد أبهى قلائدي، وورث أبناء الإمارات نهجه فأكرم به نهجا لأكرم قائدي، على قبره من رحمة الله صيب يدوم بتسكاب وسح معاودي. الآن يتم توزيع الجوائز على المتسابقين الأوائل الثلاثة. ندعو الآن صاحب المركز الأول محمد واليمين لنال جائزته من السيد حمد العاملي راعي الحفل. شكرا زايد ومرحبا به وبالضيوف وبلدية كامور للعصابة، شاكرين بلدية كامور للعصابة للتنمية الريفية. ثاني حمادي والبيبو. سلم الجائزة حمد العامري رائع الحفل. أنا شاكر الضيوف الإماراتيين أخوتنا اللي جاونا، وشاكر هذا الدعم، وشاكر بلدية كامور اللي شرفت منا وشعبنا ومجموعة التنمية الريفية مجموعة العصابة التنمية، وراني شاكركم كامل وشاكر هذا الحضور، وطالب وتم كل سنة ويا نجينا ومستعدين لي. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا. صاحب المركز الثالث عبدات الشبلو. احنا شاكرين دولة الإمارات اللي جاتنا وحياتنا التحية الزين محترم، شاكرين بلدية كامور اللي عدلت هذا الاتقاء مجموعة الصابة التنمية زين عندنا هذا إن شاء الله مرحيم طيب إن شاء الله زين وطيب إن شاء الله.
الآن كلمة مجموعة العصابة للتنمية، يلقيها عضو المجموعة محمد الدلاهي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد عمدة بلدية كامور الحبيبة، السادة أعضاء مجموعة التنمية بولاية العصابة، أيها الجمع الكريم، باسم مجموعة التنمية بولاية العصابة وامتنانا لدولة الإمارات العربية المتحدة التي اقترن اسمها بالعمل الخيري منذ زمن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، أتقدم بالشكر لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد وولي عهده الميمون الشيخ محمد بن زايد على الدعم المتواصل واللامحدود لبلدنا على كافة الأصعدة، وتأسيا بشارة الشيخ زايد لسباق الإبل هذه اللفتة الكريمة التي تعتبر إحياء لموروث اجتماعي لمجتمع اقترنت حياته بالإبل، هذه الإبل التي كان منها المأكل والمشرب والمركوب، ولا غرابة إن قلنا لكم بأننا قد اتخذنا من ظهورها جامعات على أعلى المستويات، تخرج من تلك الجامعات من العلماء من أبهر بعلمه المشارقة قبل المغاربة، حيث يقول فخرنا وتاج علمائنا المختار بن أبونا: ونحن ركب من الأشراف منتظم أعز إلى العصر قدرا دون أدنانا، قد اتخذنا ظهور العيس مدرسة بها نبين دين الله تبيانا. وعلى ظهور هذه الجمال تمكن أجدادنا من نشر الإسلام في ربوع القارة الإفريقية وشبه الجزيرة الإيبرية، هذه الإبل التي اقترنت بحياة العربي وذلل بها الصحاري والمفازات والمهامه، وإننا إذ نجدد الشكر لإحيائكم لذلك الموروث النبيل لنقدر فيكم روح العربي الشهم المتشبث بأصالته وقيمه والمتطلع للتجديد والإبداع، ويحدون الأمل أن يتكرر ذلك سنويا. وإننا إذ نثمن الدور الذي لعبته مجموعة التنمية لنشكر عمدة بلدية كامور الحبيبة لما بذله من جهد لإنجاح هذا السباق، والشكر موصول لسكان بلدية قرو وكامور والغائرة وباركيول، والسلام عليكم ورحمة الله. الآن السيد حمد العامري راعي الحفل يسلم جائزة درع المناسبة لرئيس مجموعة العصابة للتنمية السيد عبد الرحمن الأحمد ناجم بحضور أعضاء المجموعة. أعضاء المجموعة رجل الناجي أحد أعضاء الجهة وأحد رجال أعمال المنطقة معروفين محمد الحسين محمد الدلاهي محمد مصطفى السالك شاكرين حمد على الدور اللي قام به، وشاكرين مجموعة العصابة للتنمية راعية الحفل وأعضائها كاملين، شاكرينهم على ما بذلوه من جهد وعناء للتنظيم، وراجعين إن شاء الله، وشاكرين دولتنا اللي وفرت لنا الأمن الحمد لله والاستقرار، حيث أن هذا اللي قد يعدل، لولا الأمن والاستقرار لما كان هذا نوع من الحفل قد يعدل، شاكرين دولتنا بعد الحمد لله، وراجعين من الله سبحانه وتعالى أن يكون عندنا أمان واستقرار، وأن هذا النوع من المناسبات يتكرر دائما، وأن دولتنا تعود ترعاه وتعود عندها لفتة شوية اللي قال له التنمية والناس القائمة عليها، وقد قاعنا طلبوا بالمناسبة من دولتنا أن تنظم لقاءات سنوية في ذي الاتجاه تأسيا بذي عدل دولة الإمارات الشقيقة. السلام عليكم ورحمة الله. الآن الأخ الطيب الشريف رئيس مجموعة العصابة للتنمية وعضو جهة ولاية العصابة وأحد وجهاء المدينة، قدم بعض الهدايا التقليدية المتعلقة بالإبل، مقتنيات متعلقة بالإبل للسيد حمد العامري راعي الحفل. مشكورين جزاكم الله خير.